تمام بالطريقة زي ما انتم شايفين، حبتين افوكادو، بقدونس او كزبرة، انا احب بقدونس، في ناس تحب كزبرة، كل واحد براحته. حبتين ثوم صغيرة مفرومة او مفرومة، ايوه، حبة بصل صغيرة برضو مفرومة او مقطع صغير، وفلفل حسب الرغبة، طبعا مثل ما تحب، فلفل 110 220 براحتك، رشة ملح، تمام، واهم شيء فلفل اسود، وما يكون مطحون جاهز، يكون زي كذا انت تفرمه كذا فريش، مرة ألذ يعني، نكهة مرة ألذ. تمام، وليمون، وبس كذا، ونهرسهم مع بعض. هذه بعد ما هرستها مزبوط تكون جاهزة. تمام، هذه ممكن تحطها في علبة وتحفظها في الثلاجة، بس أهم شيء لا تنسى الليمون، لأنه هو اللي بيخليها في الثلاجة لمدة أسبوع عادي. استخدمها في سندوتشات أو في أي شيء براحتك. هنا حاليا بذوق، عندي هنا خبز بروتين، لما يبدأ يخرب أو يقرب يخرب، مو يخرب، حمصه بالقلاية الهوائية. حلوة زي كذا، يبقى برضه طول الأسبوع تاكل منه، برضه يكون مقرمش. لا مو كذا، بلا قلة أدب. هي مرة لذيذة، مو شوية. بس كذا نحطها في علبة ونقفلها، وعلى الثلاجة، ومتى ما نبغى نستخدمها.